النهارده بنطالب بالتوظيف. طبعا احنا قدمنا طلبات في خلال 6 شهور او 8 شهور، فيما يعادل 8 شهور يعني، كل مره نيجي نقدم طلبات ويوعدونا بوعود، والاخر برضو الوعود دي ولا فيها اي حاجه. طبعا نزل لنا مسابقه في شهر 5 اللي هي 2015. طبعا المسابقه دي اتخذت بالمعايير القانونيه اللي هي بتنطبق عليها، اللي هي من الاكبر سن والاقدم تخرج. طبعا المسابقه دي كلنا اتفاجئنا بيها، احنا المعاقين على مستوى الجمهوريه 13 مليون معاق، بلغ عددهم يعني 13 مليون معاق. طبعا اتفاجئنا ان المسابقه دي نزلت خدت بالاكبر سن اللي هو من سن ال 50 سنه وانت طالع لفوق. احنا دلوقتي انا واقف وبتكلم بالنيابه عن زمايلي اللي موجودين قدام البوابه الرئيسيه لمجلس الوزراء، اللي هم منعوا عننا التصوير هناك من اي جريده ومن اي حاجه. حضرتك يا فندم دلوقتي احنا جايين هنا بتكلم بالنيابه عنهم، عن الناس الموجوده دي. الناس اللي موجوده كلها ظروفها زي ويمكن اصعب مني، ظروفها برضو متزوجين ويعولوا وما لهمش اي دخل. فاحنا جايين النهارده لازم معتصمين ومضروبين عن الطعام لحين التعيين. احنا جايين النهارده بقرار. طبعا النهارده برضه في الوقفه ديت، اليوم اللي احنا واقفين فيه ده، بيناقشوا قانون الخدمه المدنيه لذوي الاحتياجات الخاصه، على القانون الخاص بينا اللي هو القانون اللي ظلمنا دلوقتي حاليا، اللي احنا جايين بنرفضه لانه هو منع دلوقتي المفروض عندنا في القانون القديم ان بينزل لنا مسابقه لذوي الاحتياجات الخاصه كل 6 شهور، تمام؟ فاحنا دلوقتي القانون الجديد ممنوع، ما اتمنع فيه المسابقات، يعني شالوا منه المسابقات، يعني دلوقتي خلاص ما عادش لنا مسابقات.